وسط حضور مهيب وبحضور فعاليات رسمية وإعلامية، دشنت بلدية بيت لحم في شارع المهد جدارية الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة، وذلك تثمينا لدورها الكبير في نقل الخبر الصادق ونشر الصورة الحية إلى العالم. وأكد ذو الشهيدة أبو عقلة أن الاحتلال استطاع اغتيال جسد شيرين لكنه عجز عن قتل الحقيقة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. في بعض الغياب حضور أكبر، هذه العبارة التي خطت على الجدارية والتي احتفلت بلدية بيت لحم بتدشينها وسط حضور مهيب في شارع المهد المؤدي إلى الكنيسة، وهي جدارية للشهيدة شيرين أبو عقلة ابنة بيت لحم، شهيدة عين الحقيقة وصوت الشعب. كان الحضور واسعاً، عائلة الشهيدة شيرين ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حننية وأعضاء المجلس البلدي ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه معالي الأستاذ محمد شراكة والقائم بأعمال محافظة بيت لحم ومديرة الحكم المحلي وممثلو المؤسسات والأجهزة الأمنية ورؤساء بلدية بيت لحم السابقين وممثلو المؤسسات الصحفية ومدير مكتب الجزيرة الأستاذ وليد العمري وجمع من المدعوين. ابتدأ الحفل بالنشيد الوطني الفلسطيني وكلمة رئيس البلدية الأستاذ حنا حننية الذي رحب بالحضور، حيث قال بأن إقامة هذه الجدارية تأتي تأكيدا على حرية الصحافة وحماية الصحفيين وتكريماً لروح الشهيدة شيرين التي ضحت بنفسها لنقل الحقيقة. هذا واجب على مجلس بلدية بيت لحم وأهالي مدينة بيت لحم أن تقوم بتكريم ابنة مهد المسيح، ابنة مدينة بيت لحم، الشهيدة شيرين أبو عقلة، شهيدة الكلمة، شهيدة الحق، شهيدة إيصال الكلمة والحقيقة للشعب الفلسطيني إلى العالم أجمع. هذه هي شيرين أبو عقلة، هي مثلتنا في الصحافة ومثلتنا في إيصال كلمتنا إلى العالم أجمع، فهذا واجبنا كمجلس بلدية بيت لحم وأهالي المدينة بأن يبقى صرح في أهم المواقع في مدينة بيت لحم وفي قلب مدينة بيت لحم في شارع المهد، لنتذكر جميعا هذه الإنسانة التي ناضلت عن طريق إيصال كلمة الحق إلى العالم أجمع. كما تخلل الحفلة كلمات لعائلة الشهيدة وكلمات لممثلي المؤسسات المختلفة. هذا شيء مهم للعائلة كلها، تخليد شيرين في هذه الجدارية شيء جدا مهم، بخلد شيرين، بخلد كل شهداء فلسطين. شيرين بنت بيت لحم، أصولها من بيت لحم، وهذا شيء مهم لتخليد ذكرها وإرثها. فبنشكر البلدية، بنشكر الأعضاء ورئيس البلدية طبعا حنا حننية، الأستاذ حنا حننية على هذه الجهود. لا زال هناك تغطية واهتمام كبير في قضية شيرين من جميع وسائل الإعلام، وهذه يعني اغتيال شيرين رجع الضوء للقضية الفلسطينية والإصرار الفلسطيني للوصول إلى سلام عادل في المنطقة. وفي نهاية الحفل تم إزالة الستار عن الجدارية، كما تم تكريم المساهمين في إعدادها وتصميمها لجهودهم. ويشار أن الشهيدة شيرين استشهدت بشهر أيار من العام المنصرم حينما أطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص أثناء قيامها بتغطية الأحداث في مخيم جنين. هذا العمل سيبقى شاهداً أمام الجميع على أن عين الحقيقة لا تغيب، وتأكيداً على دور الصحفيين لنقل الواقع للعالم من خلال وسائل الإعلام. ففي بعد الغياب حضور أكبر. للنورسات مارلين الحدوى من شارع المهد بيت لحم.